النصر بإذن الله لأبطال النادي الأهلي. محمد عبد اللطيف الشربيني الشهير بميم الشربيني، كريزة الكرة المصرية، صاحب 10 ثنائيات كلاعب ومدرب في الكرة المصرية في 60ينيات و70ينيات مع محمود الجوهري. على طول الجوهري الشربيني على الأرض يعني الثالث. لحظتان في حياته جعلت منه صاحب شخصية وملهم وقائد حين كان لاعبا أو مدرب أو معلق. الأولى حينما شاهده الكابتن ميكاوي وضمه إلى النادي الأهلي، الثانية استقبال الكابتن صالح سليم ويقول عن ميم الشربيني أنه أول من استقبلنا وعقد معنا أكثر من جلسة ليشرح لنا أهمية وقيمة النادي الأهلي. فصالح سليم كان من عشاق الكيان قبل أن يكون رئيسا للنادي، كان دائما يحافظ على شكل اللاعبين وشكل النادي في كل الأمور. تعلمت من هذا الرجل كيف تكون صاحب شخصية وقائد وأيضا فن الإدارة. بعد أن اعتزل ميم الشربيني عام 1970 اتجه إلى التدريب في الإمارات بنادي النصر الإماراتي. كانت أول خطوة لي في طريق التأهل للتدريب، فقد أرسلني مسؤول نادي النصر إلى دورات للتدريب في إنجلترا. الحقيقة كانت نقلة مهمة جدا في حياتي كمدرب، اكتسبت مهارات كبيرة في عالم التدريب. رجعت بعدها إلى الإمارات واستمررت فيها حتى عام 1975. بعدها عاد إلى بيته مرة أخرى داخل النادي الأهلي ليعمل مديرا لقطاع الناشئين. تخرج على يديه آلاف المواهب الكروية للنادي الأهلي وكل الأندية. سنتكلم عن موهبتين، الأول هو حسام غالي أو الكابتن كما تحب أن تناديه جماهير القلعة الحمراء. الأهلوية تتجه نحو أقدام ورأس خالد بيبو، وخالد بيبو الأهلوي وحسام غالي. يا سلام يا سلام يا حسام يا غالي، يا سلام على تصحيح الله. أصبح غالي نجما في الأهلي حتى وصل إلى هذه المكانة الكبيرة. أما ثاني أهم عنقود الموهوبين الذين اكتشفهم الشربيني كان القناص والمتعب عماد متعب، الذي تأخر عن حضور الاختبارات في مختار التتش، فذهب إلى قمصة لملاقاة الكابتن ميم الشربيني في فيلته الخاصة التي كان يقضي الصيف فيها كل عام. بالفعل أصبح متعب من أفضل المهاجمين في النادي الأهلي ومصر. ماكنة الأهداف الأهلوية يتقمص شخصين فامانويل ويفضي الأهلي نغمة الهدف الثاني. فرض سيطرته ونفوذه على مملكة الهدفين، منطقة الجزاء منطقة نفوذه يا عم. كثيرون من النجوم تخرجوا على يديه ليمتعون بمهاراتهم. شكرا ميم الشربيني. بإذن الله لأبطال النادي الأهلي. اسم كبير داخل النادي الأهلي طبعا الكابتن ميم الشربيني، ومن أبرز المعلقين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية. كان مسك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كان موسم 96 و97 و98، وكان دي من أفضل الفترات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. خرج وقتها كنت أنا من ضمن الناس اللي داخل قطاع الناشئين، كان عماد متعب، كان حسام غالي، كان أمير عبد الحميد، كان إبراهيم سعيد، محمد جودة، أحمد بلال. أسماء كبيرة انضمت في فترة تولي كابتن ميم الشربيني، اسم كبير وربنا يا رب يديله الصحة. عندنا مفاجأة حلوة النهاردة زي ما معودين حضراتكم، كل حلقة بيكون معانا مفاجأة حلوة. كان معانا قبل كده حسام عاشور، كان معانا أيمن أشرف وهشام محمد. النهاردة عندنا واحد من اللي خرجوا من مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، اتربى داخل النادي الأهلي وهو عنده 7 سنين و8 سنين، ولعب في كل فرق القطاع، لعب في الفريق الأول قريب ومتألق، انضم حديثا لمنتخب مصر، وبنتمنى له ان شاء الله التوفيق. معانا محمد هاني، نشوف تقرير عن محمد هاني ونرجع لكم تاني.